انا اسمي احمد ابراهيم امير من مصر، 23 سنه، بلعب ريسلينج وجوجيتسو ماي تاي وثمان فايتات ام ام اي. الله خبيب الجزار. العبرة بالايه؟ باللي بيضحك في الاخر، العبرة بالكتش. هو ده اللي بيحصل. They're angry, you know, like they are hungry to fight. And I want to show this and I want to see this tomorrow inside that cage. Ahmed was showing great skills in his jiu-jitsu. أحمد صار عنده طموح إنه يحقق لقب البطل. باي. والفايز بإجماع الحكام الأسد أحمد من مصر. أحمد بهنيك، أنت أول مشترك بتأهل معنا للتصفيات ما قبل النهائية. لا أحمد.